وصفتين، وصفة للوجه وصفة للجسم. أوكي أبغاكم تركزوا. طيب كلها راح أستخدم لها اللي هو الرز. الرز جدا حلو بنات. طحنته، غسلته أول شيء وطحنته كويس، حطيت عليه ملعقة من المربى بالتوت أو الفراولة اللي عندك أو المشمش، وحطيت عليه ملعقتين من الزبادي، وراح أحط عليه شوية بنات من البرتقال. طيب شوي بس حقلبه. تانية بنات اللي هي ملعقة من الرز، طيب أو ملعقتين من الرز، ملعقة من الكاكاو، ملعقة من القهوة، بحط عليها اللي هو الزيت هذا بنات، شو اسمه؟ اللوز. طيب بحط شوي من زيت اللوز، بحط من البرتقال. البرتقال بنات فيه فيتامين سي، فتح الجسم، رائع رائع رائع. بحط شوي كمان بنات من جل الصبار لو عندك، لو ما عندك خلاص مو لازم انك تحطي، حط شوي مو كثير، بس كفاية كذا. انا ابغى بنات شوي تقيل مش خفيف، فهمتوا؟ يعني يندهن في جسمك. خلينا نقلبه زي كذا، شايفين؟ نفس القوام، ابغاه تقيل. بنات ايش فوائد هذه الوصفتين؟ انا حطيت عليها اللي هو فيتامين سي، اللي هو البرتقال. البرتقال بنات يزيل التصبغات اللي في الجسم، يفتح، والرز كمان زي يفتح الجسم، يرطب. حطيت الزبادي، الزبادي بنات يخلي جسمك كانه قطن. ايش كمان حطيت؟ الزيت اللوز، زيت اللوز بنات يرطب الجسم ويفتح. وكمان يعني هذه الوصفة مرة مرة حلوة بنات، ما حتكلفكم اي حاجة. شوفوا انا سويت لكم وصفتين، من الرز، واحدة للجسم واحدة للوجه.